جينا الصبح مرقنا من مطرح ما بصير الانفجار، صفينا السيارة وكنا واقفين جوا عم نشيل، وفجأة هز كل البناية يعني تقريبا، ونزلوا إزاز وغبرة، استوعبنا إنه صار في انفجار. و كنا واقفين جوا حسينا بإزاز فات لجوا وسقف بدأ شي يهبط، بعدين طلع الصوت وصار اللي صار، صار انفجار. طلعنا لبرا بدأت الإزاز يوقع، طلعنا لخلص وقع ربعنا ورجعنا طلعنا لبرا وشفنا العجقة اللي صار. والله سمعنا دوي انفجار، بس كنا هون موجودين بالمنطقة نحن، وطلع الانفجار ومثل ما شايف البنايات كلها الازاز تكسر، السيارات ضحايا ما عرفنا لحد هلا اذا في ضحايا او في جرحى او في شيء. مثل ما شايف المحلات كلها هون اضرار مادية، كله هذا يعني انا بعده ارهاب، كله ارهاب، هذا ضرر بالبلد وضرر باهل البلد، اكثر من هيك شو فينا نقول؟ الله يساعدنا.